الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. نواصل مع كتاب الله عز وجل ومع سورة الأنبياء في هذه الحصة إن شاء الله تعالى. سوف نتعلم معا من الآية 91 إلى آخر السورة، فعلى بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. تموا شوية الغنة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. جيبوها كاملة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. زيبوا. مرة أخرى. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. أعيد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فإنا له كاتبون. زيد. أهلكناها أنهم لا يرجعون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. زيد. وحرام
واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين أعيدوا وعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب
جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده
وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب نعم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين زيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مرحبا أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون زيد فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون زيد فإن
زيد. لكم ومتاع إلى حين. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. زيد. ربكم بالحق. نعم. ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها لا يرجعون. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي
السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير ننتقل إلى القراءة الفردية رقم واحدة يا معين يا الله مرحبا أهلا وسهلا أقرب الميكرو باش نسمعوك هكاك قربوا شوية وأقربي باقي الصوت بعيد شوية إن هذه أمتكم أمة واحدة مش أم أو لا إن هذه مش فايفة أمتكم أمة واحدة زين لا ما تقوليش أم أو صلحت إن هذه أو آ أو أمتكم أو أو أمة أمة الإدغام مع الغنة في التنوين أمة واحدة أي عودة باقي أم صلحها رد بالك من هاي واصلة واحدة نجم ده أي وتقطعوا وت مرقب وتقاطع وتقطعوا أمرهم مش أمرهم أمرهم أمرا أرفع الراء مفخمة أمرهم أمرا راجعون راء مفخمة راء مش راء راء راجعون من الص من من الصالحات فخم الصاد مش حاتي الصالحات حاء مش وهو وهو مؤمن وهو مؤمن كفرانا باقي الترخيم والترقيق رد بالك
فلا كفران لسعيه، فلا كفران لسعيه. أو وحرام على قرية، قر فخم القاف الراء، قرية على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. طيب مشواهم، مشواهم قولي وهم، وهو وهو وهم من كل حدب، ين يا ينسلون. خلق للقاف ساكنة من قطب جبل، واقترب الوعد الحق، مش وا و واقترب الوعد الحق، واقترب اسمعيها جيدا، واقترب الوعد الحق. انا مش اقول واقترب را، واقترب واقترى، واقترب الوعد الحق. أبصار فخم الصاد، أبصار لا تبدأش فاهم، إذا كان عندنا نفس نقراها كاملة ردوا بالنا منها، فيها يعني وقوفات قبيحة، فينتبه الإنسان ماذا بيقبل ما يقرأ، ينظر في الآية إذا كانت طويلة يملأ الرئتين بالهواء مش يستطيع يقرأ قراءة صحيحة ما يلخبطش. نعم، إذا ما عنديش نفس أقول واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، أقف هنا ومن بعد أقول فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، هكذا. إيه نعم، هذا قلقل على الحروف، القلقلة خمسة، قطب جد وقت يكون حرف ساكن قلقله، وقع أبا أي يقول كافي وزيادة، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، تبي للتفخيم والترقيق وضم الشفتين حروف القلق على الخمسة، ردي بالك، بارك الله فيك وفتح الله لك. اللي بعد هاي رقم اثنين، مرحبا، يا معين يا الله. جيب الآية كاملة في عقلك، عاود اقرأ الآية كاملة، إنكم وما تعبدون، بعد شوية الميكرو، أيوة قولي إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، ما وردوا ما وارى ما وردوها، الواو مرقة الراء مفخمة، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير ومن، زيد شوية الغنى ناقصة، طول الزمن تنتفي تماما، ذلك الإمام حمزة قلت لكم في السابق كان يعطي الغنى أكثر من حركتين، مثلا إن ما يقولش إن، لأن طول الوقت تنتفي تذهب، لذلك بعض التسجيلات للمقرئين أحيانا تسمع التسجيلات تعمل غنن يهملونها ما عادش تسمعها جملة، علاش؟ لخاطر ما وقعش تنبيه من أول الأمر،
بعض التسجيلات القراء مشهورين، الغنة حركة يتعدى أحيانا نص حركة جملة واحدة، هذا علاش؟ خاطر الغنة كي تعدي. لذلك القراء القدم كانوا يمططون الغنة إن ها. وبقي الآن من يقرأ بذلك الشيخ إبراهيم الأخضر شيخ القراء بالمدينة معروف، الغنة عنده ثلاث حركات وزيادة. نعم، كذلك في المد الطبيعي أيضا، المد الطبيعي لأن تول الأخطاء معظمها متقرير وتعرف معظم الأخطاء في المد الطبيعي، مثلا إنا لله، يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إيش نعملوا لهم هذوما؟ نقولوا لهم قولوا إنا لله وإنا إليه، باللي باش ينقص من بعد باش يجيبها طبيعي هكا ولا؟ أنت كتمطط هالو باش تقولوا إن هكا زمن الغنة إنا، كم هذا الطول؟ ثلاث حركات، هو باش يجيبهم حركتين، أنت جبت ثلاثة هو يجيب اثنين، أنت تجيب اثنين هو يجيب واحد. اي نعم ايوه. شوف ما تقوليش وهم في او تتركي الشفه، وهم في، وهم في، اطبق شفتيك في الميم، وهم في، وهم في، تزرمش. نعم من الأخطاء أيضا اللي يقع فيها الأئمة يصليوا بالناس بعد ما يقرأ الفاتحة يقول إن الذين سبقت له، يبدأ من هناك، معنى صحيح إن حرف استغراق، بمعنى كأنه يقول إن الذين آمنوا مبعدون عن الجنة، إن الذين سبقت لهم من الحسنى، الحسنى هي الجنة، أولئك عنها يعني عن الجنة مبعدون، فلا يصح البدء به. تقول لي ثمن، هذا توقيع اجتهادي، ولذلك لا يبدأ بهذا المعنى. تحب تبدأ، ابدأ من واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، واصل، لأن الصنف هذا هو المبعد عن الجنة، أما المؤمنين فهم من أهل الجنان فلا يصح البدء به. واضح؟ بعض الأئمة يصليوا ويقرأوا إن الذين، ما يصحش، ما ينفعش، لخبط، يعني المؤمنين مبعدون عن الجنة لا يدخلونها. يا ساتر. أي نعم، إن الذين سبقت من الحسنى أولئك لا يسمعون حسيسها وهم في، اطبق شفايفك عند الميم وقت اللي تجي بعدها فاء، وهم في، وهم في، وهم في ما اشتدت انفسهم خالقون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء الصحة. بارك الله فيك، أحسنت، جزاك الله كل خير. أي رقم ثلاثة، مرحبا. يا الله، What happened?
الهمزة صفاها من الغنة فإن فائي مش فإن استعملش خيشوم مع حرف الهمزة فإن تولوا صحيح أيوة إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون جل جلاله وإن أدري أقريب وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين بارك الله فيك ممتازة يعطيك الصحة شكرا ما عادش تغيب برشا الله يبارك لك ربي يفتح عليك إن شاء الله يا الرقم اللي بعده سورة عظيمة جدا افتتحت بقوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون نسأل الله ألا نكون من الغافلين وختمها بقوله وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع الدنيا ذي اللي عشناها الكل سماها القرآن متاع إلى حين لا شيء لا شيء 950 سنة عداها في الدعوة سيدنا نوح يسألوه قال لهم مثل البيت فيه جوز أبواب دخلت من باب وخرجت من باب 950 سنة في الدعوة فقطرة لعداها في الدعوة يدعوهم إلى الله عز وجل القرآن ما هوش يحكي على حياته الكل وإنما يحكي على الجانب الدعوي فقط ولذلك هذا هو المهم عند الله ربي بش يسألك على الوقت اللي أضعته أما وقت الطعام يسألكش عليه ولذلك القرآن خلد قال فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما حكى على الدور الإيجابي أما الدور السلبي هكذا اللي بش يسألنا عليه فهمت عليش 950 سنة بيت في زوز بيبان دخل منه وخرج منه احنا هنا تشوف كيفاش على الدنيا كيفاش متكالبين شوف الفرقة اللي في بلادنا وربي يستر ومش تمشي شوف كيف صنعوها اعداء الامة صنعوها تلقى الخو والاخت متناحرين على الجوانب السياسية العباد ولات توا حاقد على بعضها هذا يروا بفعل فاعل ردوا بالنا لأن الأمة وقتاش يضعفوها كي يصنعوا فيها الفرقة لذلك القرآن قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولذلك الفتنة التي تحاك الآن في بلادنا نسأل الله السلامة والعافية صنعوها ناس ولات حاقد على بعضها في المسجد الواحد في الصف الواحد يبدا يكحر لك هك يقول لك هذا من جماعه الاخرين وهذا من جماعه الاخرين وهذا من جماعه فلان وهذا من جماعه الحزب الفلاني ردوا بالي وقت اللي ننساقوا هكا سياتي الهلاك للناس كل قال وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين والقرآن يوجهنا الناس الكل يقول واعتصموا بحبل الله اعتصموا بالقرآن ولا تفرقوا كم من آية في القرآن ولا تفرقوا الفرقة هلاك للأمة وضرب للأمة وشكون يصنعها أعداء الأمة فبالتالي نسأل الله السلامة أنه ربي يحفظ بلادنا ويبعد علينا الأشياء الله أعلم بيجتهزنا للمجهول أي نعم أي وتقطعوا فرقة فرقة ولا مش فرقة وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجع ربي قال الحمد لله في أول آية الحمد لله رب العالمين الكل أي نعم أي سيدي تفضل اقرأي Thank you.
إن في هذا لبلاغا لقوم
قل ربي ادغم قل ربي بالحق عودها بالحق أحسنت بارك الله فيك ممتاز شكرا مرحبا أحسنت يا أهلا وسهلا مرحبا الله يبارك لك اقرأي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر احنا عندنا 7 ولا 8 8 طيب اقرأي من اول الثمن ما زي الرقم يعني طيب اي نعم حدب وهو رك الواو وضم الهاء اي نعم وقترب وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة رك الهمزة أبصار فإذا هي من هناك فإذا هي نعم فإذا هي شاخصة أبصار الأكبر باب الأكبر رقق الباب الفزع الأكبر أيوة وتتلقاهم الملائكة هذا يوم هذا المبدأ عند رتبة الكه وتتلقاهم كافي شكرا بارك الله فيك احسنتي الله يبارك لك كيف الرقم الأخير 8 مرحبا أهلا وسهلا
مرحبا. خذ الميكرو أحبابي نسمعه. أي نعم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. خلق نعيد فخم الخارق إلا ما كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا الزبور من بعد الذكر أن الأرض لبلاغ غلق وفخم الغينة إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين عابدين دادين أبي شمس في الدال مجهور إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين وما أرسلناك رقق الهمزة وما أرسلناك فتنة لكم وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. نعم. والرب يحكم بالحق بالحق والرب يحكم بالحق مش وربنا وربنا بارك الله فيك.